هل إيران باعت حماس؟ لأنه لليوم ما شفنا عملية وحدة الساحات اللي كانت مترجمة قبل طوفان الأقصى. زلمة بوق خاصه بحزب الله، بس أنا بسأله سؤال، وين سرايا التوحيد اللي عملت عملية عرض عسكري وعنده قوات؟ ليش ما عم نشوف تدخل من قبل هذه الدول لوقف المجازر الذي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ الدولة الأكبر بدعم فلسطين ماديا ومعنويا وسياسيا هي المملكة العربية السعودية. منذ أيام انتشر بالإعلام خبر استغناء الرئيس سعد الحريري عن دائرته الإعلامية وعن قسم البروتوكول، وتحدثت بعض المعلومات حتى عن بيع مبنى الخاص بتيار المستقبل في منطقة سبيرس. شو صحة هذه المعلومات؟ إطلاقا ما حدا بيعبي إعلام تيار المستقبل، وما حدا بيعبي إعلام قناة المستقبل، وما حدا بيعبي مطرح المستقبل. وأنا لن أجيب عن سؤال خاص بهالشيء.